وجايك ابي. هلا وغلا، معكم محمد سيف الريامي، وراح اعمل انطباع اول للاعلان الرسمي الجديد للمسلسل المشهور في الهند اللي هو ميرزابور. ميرزابور الجزء الثاني راح ينزل في اكتوبر في هذا الشهر، في نهايه الشهر، وهو نزل في 2018 وعمل ضجه كبيره في الاوساط الفنيه وكذلك عند الجماهير. الجماهير عجبت وايد هذا المسلسل، انعجبوا في هذا المسلسل كثيرا الجمهور الهندي وايضا الجمهور العالمي اللي يشاهد هذا المسلسل عبر منصه امازون برايم، وهي منصه مشهوره وتعمل اعمال او مسلسلات بشكل خاص للسينما الهندية، مسلسلات قوية ومسلسلات فيها ممثلين كبار ومشاهير. هذا المسلسل منتظر بشكل كبير وأقول لكم ليش بعد شوي. خلينا نشوف الإعلان مع بعض للجزء الثاني. نبدأ. بنكش ترفاتي فنان، شوف صوتك يا. Amazon original. गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम होगा और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं. किंग ऑफ मिर्जापुर आदा फरनान. गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है. गुड्डू पंडित वापस आ गए. अरे जाएंगे नहीं. हाँ समय तो हल्क हो गया ना. बाद दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं. हल्क है, हल्क मूव हल्क. पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे पीठ चलाए तो उन्हें मार के चले जाए. उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा. हम इतने इधर आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पर राज करें. बड़ी ना सही छोटी करेगी. मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी. يخترعوا لك اشياء. اوه فنان هذا بيجي. اوه هذا القزم وايد افلام مثل حكومة وساقر. فنان جريء. اللهجة المستخدمة هنا وصخة ترى وايد جريئة. طبعا ريفينج انه هو انتقام عن الجزء الاول. اوف 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 مشاهد المشاهد خطيرة صراحة. ميرزابور ريتيش فرهان اختر. اوكي اكتوبر 23، تاريخ 23 اكتوبر راح يكون عرض ميرزابور الجزء الثاني في 23 اكتوبر. مثل ما قلت لكم الجزء الاول نزل في 2018 ومعروض حاليا في الامازون موجود. اللي ما شاف هذا المسلسل يشوفه. انا شفت هذا المسلسل ونعجبت فيه صراحه بسبب واحد الا وهو التفنن في الاجرام والتفنن في القاء الحوارات نقدر نقول عليها السوقيه، لكن هي منطقيه واقعيه على حسب الشخصيات الموجودة في هذا العمل. وكذلك المسلسل يذكرني بنمط المخرج الكبير العالمي تارانتينو، كوانتين تارانتينو. لو تشوفون أعماله دموية أكثر الأعمال، فهذا قاعد يتفنن في هذا الموضوع وفي الدموية الموجودة، لكن قاعد يخترعون حاجات تتناسب مع الجو العام لهذا المسلسل باختراعهم لقرية سموها قرية ميرزابور. وهذه القرية تعتبر دولة بحد ذاتها، فيها حكومة، فيها سلطة، فيها والي، وفيها ناس بشر موجودين تحت حكم هذا الوالي، أمور مثل هذه. والشرطة تجي تبى تنظف هذا المكان لكن للأسف مش قادرة. في الجزء الأول حدثت أحداث صراحة مرعبة نوعا ما من ناحية المشاهد. يعني هذا المشهد اللي شفتوه الحين في الإعلان حاط لي السشوار في فمه، هذا
هذا شيء يعني انا في حياتي ما فكرت ان بشوف مشهد مثل هذا في السينما او في الدراما، فهذا شيء جديد يعني اختراع جديد منهم اعتقد، ما اعرف ما شافوا في مكان وسووا مثله، ما اعتقد، انا اعتقد هذا اورجينال حقهم. ففي الجزء الاول راح تشوف اشياء كثيره مماثله لهذه المشاهد. طبعا انا شفت هذاك المسلسل فصار عندي نوع ما عادي اشوف الجزء الثاني، ومتهيئ عادي للجزء الثاني بعد ما شفت الاعلان عادي، يعني الامور هاي بتكون طبيعي بالنسبه لي. لكن ما هو المشوق في هذا المسلسل هو الانتقام اللي بيصير بسبب الحدث اللي صار. انا ما احب، تعرفون انا ما احب احرق عليكم الاحداث، اعتقد في ناس ما شافت المسلسل، فحق شو اقول لكم شو صار الجزء الاول عشان تشوف الجزء الثاني؟ لا، شوف الجزء الاول عشان تقدر تستمتع مع الجزء الثاني. فصارت احداث كثيره وجعلت في الحدث ان حاليا في الجزء الثاني راح نشوف انتقام. العمل من اخراج كارن أنوشمان وبونيت كريشنا أيضا، وهو من إنتاج فرهان أختر، شركة فرهان أختر اللي تنتج أفلام مهمة في السينما الهندية، هم أيضا منتجين لهذا العمل. الفيلم أو المسلسل هذا في نخبة جميلة جدا من الممثلين اللي نقدر نقول عليهم ممثلين الطراز النادر الموجودين في السينما الهندية، أمثال بانكاش ترباتي، هذا الفنان يعجبني وايد، يعجبني طريقة إلقاء للحوارات وأسلوبه المرن والسلس والبسيط في العمل في السينما أو في الدراما. فهو فنان عبقري صراحة في أداء ومتواضع أيضا مع الناس، فأنا يعجبني وايد هذا الفنان. ديفيندو أيضا موجود في هذا العمل، ديفيندو هو مفاجأة بالنسبة لي من الجزء الأول طبعا، لأن أنا تعودت عليه أشوفه في الأعمال الكوميدية والأعمال الرومانسية. تذكرون مثلا مسلسل بياركا بانشنام الجزء الأول، أو عند بعض الأفلام اللي يمثلها مع أكشي كومار تويلتك بريم كاتا، أدوار تكون أدوار كوميدية خفيفة، لكن في هذا المسلسل دور عنيف، دور خطير، ودور يعني قوي جدا. علي أفضل فنان صراحة، أنا هذا الفنان كان قبل ما كنت يعني وايد أرتاح له في السينما، لكن بديت أشوف له بعض الأعمال الأخيرة ومن ضمنها مرزابور الجزء الأول، أداء رائع، الفنان عايش الدور، عايش أنه هو واحد ممكن يكسر الدنيا بعضلاته ويريد يكبر، وتحس أن جسمه قاعد يكبر صراحة مع العمل. الجزء الثاني الحين شفته يوم دز الجيب هذا وعرماها، قلت عليه هالك هوغن أو هالك نفس هالك، يعني صدق المجسم ماله وشخصيته تقنعك انه هو صاير مثل هولك، وتحول قاعد يصير في هذا الانسان. طبعا دخول فيجي فرما ايضا في هذا الجزء شيء مبشر ويعطي دافع اكبر على المشاهده. الممثلين الاخرين ايضا راديكا دوغال وغلبوشن غرباندا الفنان القدير الكبير موجودين في هذا المسلسل. المسلسل فيه حاجات مهمه، انا اتمنى ان ما ينزل مستوى هذا المسلسل، لأنه مسلسل مستوى عالي، فلازم الجزء الثاني يكون أعلى، وأنا متأكد راح يكون أعلى لسبب واحد، ألا وهو المسلسل أصلا هذا مترابط مع الجزء الأول، أو أكثر أحداثه مصورة مسبقا مع الجزء الأول في 2018 كانت جاهزة، لكنهم قصوه خلوا 10 حلقات أو 9 حلقات الجزء الأول، وما أعرف كم حلقة بتكون الجزء الثاني، فما بتحس فرق في الأشكال، ما راح تحس أنه فجأة بدوا يصورون وفجأة. أعتقد أكثر الأحداث مرتبة وتصورت في آن واحد، يعني في بعض المسلسلات تقول أوه مثل سكيرت جيمز ألعاب محرمة، الجزء الأول كان قوي جدا، الجزء الثاني توقفوا في التصوير لين ما خلصوا مرحلة السيناريو وبدوا يصورون بعدها، تحس أنه في استعجال في كتابة السيناريو، وتحس أنه كان في بعض الأحيان استعجال في التصوير، لذلك طلع المسلسل مستوى جدا هابط عن الجزء الأول. فأنا ما أعتقد أن هذا راح يتكرر مع هذا المسلسل، لأن أعتقد مسلسل مترابط مع بعض، مثل ما هو مسلسل آشرم اللي نزل قبل فترة مال بوبي ديول، هذا أيضا مسلسل مترابط مع الجزء الثاني اللي راح ينزل بعد فترة الموسم الثاني، لأنهم صوروه كامل لكنهم قصوه على مرحلتين. مسلسل منتظر، مش من عوايد أن يسوي انطباع حق إعلانات مسلسلات هندية، لكن هذا مسلسل كبير ومهم جدا ومنتظر، وراح نشوفه في أكتوبر، وأكيد راح يكون مترجم على قناة أمازون، وانتظروا لقاءاتي مع بعض النجوم لهذا المسلسل قريبا إن شاء الله على قناتي. إذا تبغى تشوف الأشياء كلها هذه لازم تعمل لايك أولا، وتعمل شير
ليه هذه القناة اللي أقرب الناس ليك وكل الناس اللي تعرفهم، وطبعا سبسكرايب ضروري جدا، والكومنتات أيضا ضرورية جدا على أساس أن نقدر نقدم لكم أشياء جديدة في هذه القناة. شكرا جزيلا على المشاهدة، وشوفوني في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.